الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 29 من الكتاب 45، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنه. باب من فضائل جرير بن عبد الله رضي الله عنه. جرير بن عبد الله البجلي وهي من بني بجيلة، وهي قبيلة في اليمن، وكان من أجمل الصحابة صورة، حتى إن سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول عنه يوصف هذه الأمة من جماله سيدنا جرير بن عبد الله البجلي. والنبي صلى الله عليه وسلم ما رآه منذ أن أسلم إلا وابتسم، صلى الله عليه وسلم كان يقول كده: ما حجبني رسول الله منذ أسلمت ولا رآني إلا وابتسم، صلى الله عليه وآله وسلم. وكان لا يستطيع أن يثبت على الفرس، جرير بن عبد الله كان لا يستطيع أن يثبت على الفرس، فلما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم الذي خلص في اليمن وكانوا يسموها الكعبة اليمنية، فاشتكى للنبي أنه لا يستطيع أن يثبت على فرس، فضرب على صدره فصار أفرس العرب بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 17 بعد 506,000، قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله حا، قال وحدثني عبد الحميد ابن بيان قال حدثنا خالد عن بيان قال سمعت قيس بن أبي حازم يقول قال جرير بن عبد الله: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم ولا رآني إلا ضحك. وضحك النبي معناه إيه؟ الرضا. الضحك معناه الرضا، ورضا النبي معناه رضا الله، وشكنا من مناقبه. النبي لا يرضى إلا على ما يرضى عنه الله، يبقى ضحك النبي معناه رضا النبي، ورضا النبي معناه رضا الله. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو أسامة عن إسماعيل حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم ولا رآني إلا تبسم في وجهي. زاد ابن نمير في حديثه عن ابن إدريس: ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخير فضرب بيده في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. وعن أبي قال حدثني عبد الحميد ابن بيان قال أخبرنا خالد عن بيان عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال: كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلصة، وكان في اليمن، وكان يقال له الكعبة اليمانية، والكعبة الشامية المقصود بها هي ايه؟ كعبة البيت الحرام اللي في مكة. يبقى ان الرواية كده شكلها فيها ايهام، لكنه يقصد والكعبة يعني يقابل الكعبة الشامية التي هي في مكة، كأنه بيقول كده، لكن الرواية فيها نوع ايهام انه كان اسمين، لا هو كان اسمه الكعبة اليمانية، اما الكعبة الشامية فهي الكعبة التي في مكة. بيت يقال له ذو الخلصة وكان يقال له الكعبة اليمانية والكعبة الشامية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنت مريحي من ذي الخلصة والكعبة اليمانية والشامية؟ فنفرت إليه في 150 من أحمس فكسرناه. أحمس دي قبلته، وأحمس دي فرع من بجيلة وهو يمني، فلما النبي أراد أن يتخلص من الكعبة اليمنية أرسل إليه واحد من أهل البلد فوقع أدرى بشعابها، ودي من حسن إيه؟
من حسن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لمن يقومون بمهام بمهامه صلى الله عليه وسلم التي يريدها. فكان يرسل لكل قوم واحد منهم هو الذي يصلحهم. فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده، فأتيناه فأخبرته، قال فدعا لنا ولأحمس. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جرير، ألا تريحني من ذي الخلصة بيت لخثعمة كان يدعى كعبة اليمانية؟ قال فنفرت في 50 و100 و100 فارس، وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فضرب يده في صدري فقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فانطلق فحرقها بالنار. ثم بعث جرير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يبشره: يكنى أبا أرطاطة منا، يعني واحد منا، يعني من قبيلتنا. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما جئتك حتى تركناها كأنها جمل أجرب. الجمل الأجرب بيعالجوه إيه؟ بالقار اللي هو الزفت، فلما يحرقها تبقى لونها إيه؟ أسود. علشان كده شباب الجمل إيه؟ الأجرب، المدهون بالقار يعني بالزفت الأسود، يعني أثرها بعد الحرق صارت رمادا أسود. حتى تركناها كأنها جمل أجرب. فبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات، يعني كرر الدعاء بالبركة لهم 5 مرات. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد. وقال في حديث مروان: فجاء بشير جرير أبو أرطاطة حصين بن ربيعة. حصين بالصاد هكذا، لأن في بعض الروايات مسلم حسين بالسين، بس الراجح أن هي بالصاد حصين. فاللي عنده رواية بالسين يصلحها فوقيها، ما يشتبش حاجة، ممنوع تشتب حاجة، تثبت الخطأ ثم تنوه، إنما تعملش زي الوهابية في تحقيق الكتب يلغوا الجمل كاملة ولا ينوهوا، وهذا تبديل للتراث، خطأ. تثبت الخطأ ثم تنوه، لكن لا تغير. فهم؟ في بعض نسخ مسلم حسين بالسين، بعض النسخ، فتكتب كده إيه؟ الأولى أن تكون بالصاد وهو الأرجح، حسين بالصاد. أبو أرطاطة حصين بن ربيعة يبشر النبي صلى الله عليه وسلم. باب فضائل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. سيدنا عبد الله بن عباس مدفون فين؟ في الطائف، له مسجد كبير هناك في الطائف، وله مقام هناك في المسجد. وعن أبيه قال حدثنا زهير بن حرب وأبو بكر بن النضر قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء بن عمر اليشكري قال سمعت عبيد الله ابن أبي يزيد يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الخلاء فوضعت له وضوءا، فلما خرج قال: من وضع هذا؟ في رواية زهير قال وفي رواية أبي بكر قلت: ابن عباس. قال: اللهم فقهه. النبي أعجب بي، كان طفلا صغيرا فالنبي ذهب الخلاء ليقضي حاجته، فأحضر ماء ووضعه بجوار النبي، فالنبي علم أنه فقيه، فاهم إن الإنسان في هذه الحالة يحتاج الماء ليتطهر وليتوضأ، يستنجي ويتوضأ، فأحضر له الماء. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم دعا له دعوة من جنس ما فعل، فهو فعل فعل يدل على الفقه والفهم العميق، فهمت؟ عشان كده قال: اللهم فقهه. وفي روايات بقى تانية غير مسلم: وعلمه التأويل، فكان من أفقه الصحابة وأكثر الصحابة علما
بتأويل القرآن رضي الله عنه وأرضاه. باب من فضائل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن أبي قال حدثنا أبو الربيع العتكي وخلف بن هشام وأبو كامل الجحدري كلهم عن حماد بن زيد قال أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت في المنام كأن في يدي قطعة استبرق وليس مكان أريد من الجنة إلا طارت إليه. يعني يشف في المنام أن في إيده قطعة من حرير استبرق وكلما أراد أن يذهب إلى مكان في الجنة طارت به إليه ولا بصاط الريح. فهمت إزاي؟ كل ده في المنام. قال فقصصته على حفصة، حفصة أم المؤمنين أخته، فقص رؤيا على ستنا حفصة أمنا رضي الله عنها وأرضاها علشان تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤية. فقصصته على حفصة فقصته حفصة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى عبد الله رجلا صالحا. وده يدل على حسن خاتمته انه حيموت على كمال الايمان والاسلام، ومات شهيدا سيدنا عبد الله، قتله الحجاج مش بالمباشره لكن في احدى الحجاج في منى اباح للناس ان هم يمسكوا السلاح في زحام الحج، وكان القاعده انه في زحام الحج ممنوع ان يمسكوا السلاح، فالحجاج اصدر قرار كل واحد عايز يمسك سلاحه في الحج يمسك سلاحه، وبعدين ايه ارسل رجل معه سيف مسموم ومشي غرزه في رجل سيدنا عبد الله ابن عمر وهو في موسم الحج في ايام التشريق في منى، وبعد كده رايح يعوده الحجاج، بعد كده رايح يزور ويعوده في الخيمه بتاعته وهو مريض وعنده حمى بسبب السم والجرح، فقال تقتلني ثم تعودني؟ فالصحابه كانوا اذكياء فاهمين، قال ما قتلته، قال ألم تكن للناس أن يحملوا السلاح في موضع لا يحمل فيه السلاح؟ أنت قتلتني. قال له كده بوضوح. وبعد كده حملوه إلى المدينة ودفن في البقيع، ومات في البقيع ودفن هناك سيدنا عبد الله ابن عمر ممن قتلهم الحجاج ابن يوسف الثقف اللي هو مبير مؤلف بني ثقيف، هيطلع منهم إيه؟ كذاب ومبير. الكذاب طلع إيه؟ المختار اللي ادعى النبوة، والمبير اللي هو المهلك السفاح. مبير يعني سفاح يعني قاتل يعني تسميه انت الوقت ايه، نقول عليه سفاح ونقول قتل قتلة، يقتل القتيل ويمشي في جنازته، مجرم يعني اللغة العامية بتاع المصرية يعني. فهو كان ايه المبير ده اللي هو الحجاج بن يوسف، فالنبي اخبر به في حياته صلى الله عليه وسلم ثم ظهر بعد ايه وفاته صلى الله عليه وسلم. مبير، مبير يعني مهلك، سفاح قاتل. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكنت غلاما شابا عزبا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، يعني كأنها حفرة يعني، وإذا لها قرنان كقرني البئر. عارف القرني البئر اللي هي ايه؟ العمودين اللي محطوطين على جانبي البئر علشان يحطوا عليها البكرة اللي يحطوا فيه ايه الجردل او الدلو اللي ينزل. القرنين دول العمودين دول. وإذا لها قرنان كقرني البئر، وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. يعني شاف ناس من اهل الجاهليه الكفار اللي ماتوا على الكفر شافهم في النار. قال فلقيهما ملك
فقال لي: لم ترع. لم ترع يعني لا تخف. فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. يبقى الرؤية دي شافها الأول، نام وشاف النار، فلما قصها على النبي قال له: لا، صلي بالليل تشوف الجنة. فلما صلى بالليل شاف الرؤية الثانية اللي احنا قريناها في الأول، ان هو بقى بيزور الجنة ويذهب في أي موضع فيها شيء. يبقى قيام الليل يورث الإنسان أن يرى الجنة في حال دنياه قبل وفاته. إن لم يرى جنة الزخارف يعيش في جنة المعارف ومعرفة الله، فهي جنة أعلى من جنة الزخارف. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل قيام الليل. وأدنى قيام الليل إيه؟ أن تصلي العشاء في جماعة والفجر في جماعة بس، ونام طول الليل تبقى اسمك من أهل قيام الليل. تصور بقى، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فواظب طول عمرك على الأقل كده، تصلي العشاء في جماعة والفجر في جماعة طول عمرك، تبعث في زمرة أهل قيام الليل من رحمة ربنا بينا. وعن أبي قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا موسى بن خالد ختن الفريابي عن أبي إسحاق الفزاري. وختن الرجل هو إيه؟ زوج ابنته. عن أبي إسحاق الفزاري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أبيت في المسجد ولم يكن لي أهل، فرأيت في المنام كأنما انطلق بي إلى بئر، فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى حديث الزهري عن سالم عن أبيه. باب من فضائل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، خادم النبي صلى الله عليه وسلم. خدم النبي 10 سنين وكان عمره 10 سنوات، فلما توفي النبي كان عمره 20 سنة. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس عن أم سليم، أم سليم اللي أم أنس، أنها قالت: يا رسول الله، خادمك أنس ادعو الله له. فقال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. تصور بقى أن كثر ماله وكان عنده أرض في الكوفة، كان كل الأراضي اللي حواليه تثمر في العام مرة، وأرض أنس لوحدها تثمر في العام مرتين دون عن سائر الأراضي اللي حواليه. وكان أما يحصل جفاف يصلي الاستسقاء فينزل المطر على قدر بستانه بس، يعني حاجة بركة دعوة النبي استمرت معاه لما جاوز 100 من عمره. ويقال انه قبل ما يجي الحجاج كان دفن من صلبه حوالي 100 من ابنائه، يعني اتولد وعاش وكبروا ودفنهم كمان، لانه خد بالك اللي بيموت له واحد في حال حياته بيرتفع قدره جدا بالصبر عليه، لانه بيصبح بصحيفته. فكثرت اولاده حتى انه كان يصلي بهم الجمعه والعيدين في الكوفه، يعني كان عامل مسجد في الكوفة يصلي بأولادي وأولاد أولادي الجمعة والعيدين، ما فيش حد تاني يجي لأن الدنيا زحمة من كثرتها، وكانوا يملأوا المسجد. كل ده ببركة دعوة النبي اللي استمرت معه، يعني دعاله الدعوة دي وكان عنده 10 سنوات، استمرت دعوة النبي مستجابة حتى توفاه الله فوق 100 وجاوز 100، سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه. وده يدلك على حصافة أمي رضي الله عنها وارضاها، وان الام الصالحه تاتي بابنها الى الصالحين يدعو له، لان ربما يسعد الانسان بدعوه دعيت له وهو طفل رضيع يسعد بها طول عمره. فالانسان عندما يسمع بوجود انسان صالح مستجاب الدعاء يذهب باولاده اليه يدعو لهم ويمسحهم ويبركهم. كل دي هي سنه نبويه شريفه فعلتها ام سليم وذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال للنبي صلى الله عليه وسلم الراس في كل زمان وفي كل بقعة. وأهل استجابة الدعاء في أمة النبي لا يقلون بل يستمرون طول العمر كما هم،
هم الذين يستجيب الله بهم الدعاء ويرفع عن الأمة الكرب بهم، منهم الأبدال ومنهم النبباء ومنهم الأولياء ومنهم الصالحين بدرجاتهم المتفاوتة، كل دول في أمة النبي كثر والحمد لله. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول قالت أم سليم يا رسول الله خادمك أنس، فذكر نحوه. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك يقول مثل ذلك. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، فقالت أمي يا رسول الله خويدمك أدعو الله له، بتصغره يعني تصغيرا له علشان إيه كل ما كان صغيرا تزداد الشفقة، كأنها بتستدر شفقة النبي وهو أصلا شفوق بغير استدرار شفقة، فانظر برضو إيه حسن تأتيها للأمور. خويدمك أدعو الله له، قال فدعا لي بكل خير، وكان في آخر ما دعا لي به أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. والعجيب أن ذرية أنس محدش فيهم اشترك في الفتنة أبدا، ولا في مقتل سيدنا الحسين ولا في كربلاء، واللي ده بركة دعوة النبي حتى أصابت ذريته. لكن عندك أنت في ناس من أولاد الصحابة اشتركوا في إيه؟ في مقتل عثمان بن عفان، واشتركوا في إيه؟ في الفتنة اللي حصلت بعد ذلك بين الصحابة، وبعد ذلك اشتركوا أيضا في قتل إيه؟ الصحابة سيدنا الحسين وآل البيت في كربلاء بسبب مناصب الدنيا. لكن شوف بقى تدور ما تلاقيش ولا واحد من ذرية أنس فيهم في الناس دي، كل ده ببركة دعوة النبي أصابت ذريته، محدش فيهم اشترك في الكلام الفارغ ده كله. بعدوا عن كل فتنة، فربنا يبعدنا عن كل فتنة. وعن أبي قال حدثني أبو معن الرقاشي قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أنس قال جاءت بي أمي أم أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أزرتني بنصف خمارها وردتني بنصف، يعني كأنه كان لسه جسمه صغير، يعني خدت الرداء بتاعها الخمار بتاعها اللي هي الطرحة بتاعتها لفت جسمه من تحت وبقيته راح إيه لفة من فوق كله بطرحة واحدة، دليله كان لسه طفل صغير. وقد أزرتني بنصف خمارها، يعني الإزار اللي هو ما يغطي نصف الجسد السفلي، النصف السفلي من الجسد، وردتني بنصفه يعني بقية الجسد. فقالت يا رسول الله هذا أنيس ابني أتيتك به يخدمك فادعو الله له، فقال اللهم أكثر ماله وولده. قال أنس فوالله إن مالي لكثير وإن ولدي وولد ولدي لا يتعادون على نحو المئة اليوم. حتى إن أنس نفسه كان ينسى أسماء أولاده لما كبر، يدخل له أنت مين أنا ابنك اسمك إيه، تصور إلى هذه الدرجة من كثرتهم. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن الجعد أبي عثمان قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت أمي أم سليم صوته فقالت بأبي وأمي يا رسول الله أنيس، فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات قد رأيت منها اثنتين في الدنيا وأنا أرجو الثالثة في الآخرة. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان قال فسلم علينا فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت ما حبسك؟ قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت ما حاجته؟ قلت إنها سر. قالت لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا حتى ولا أنا، يعني وده يدلك على حصافتي منذ صغري برضه. قال أنس والله لو حدثت به أحدا لحدثتك يا ثابت. ثابت البناني ده زوج بنته وكان خادمه في كبره،
ثابت البناني، وهو راوي انس بن مالك. معظم روايات انس بن مالك تلاقي فيها ثابت البناني. خادمه وزوج ابنته وقائده عندما ضعف بصره وعمي في كبره. معلش كده بيقول له لو انا حدثت لحد ثابت بالسر ده كنت انا قلت لك يا سر، بس سر مش هقول. كانوا يعتزوا باي حاجه ليهم متعلقه بالنبي رضي الله عنه وارضاه، ولهم الحق ان يعتزوا بكل ما نسب لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا عارم بن الفضل قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت ابي يحدث عن انس بن مالك رضي الله عنه قال اسر الي نبي الله صلى الله عليه وسلم سرا فما اخبرت به احدا بعد، ولقد سالتني عنه ام سليم فما اخبرتها به. ونقف على باب من فضائل عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهو من علماء اليهود واحبار اليهود، اسلم وحسن اسلامه. غدا ان شاء الله، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم يسر امورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك املنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحب وترضى. اللهم يسر هذا الموسم على الحجاج يا رب العالمين، واقبل منهم دعواتهم واذكرنا على ألسنتهم، واقبل شفاعتهم في أنفسهم وفي من يشفعون لهم من أمة حبيبك المصطفى، واجعل هذه الأيام أيام خير وبركة علينا وعلى سائر المسلمين. ارفع فيها يا رب العالمين كل غم وهم وفتنة من بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وإمداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.